حبي الشديد للتطوع هو الذي جعلني أخرج، حبي الشديد لوطني، لأهلي، لجيراني، أقربائي، للحد من خطر انتشار هذا الوباء. الحافز الذي جعلني أخرج للتوعية من ضد فيروس هذا الكورونا هو أول شيء كثرة سماعي بخطر بخطورة الوباء وسرعة انتشاره. طرق الحماية من هذا الفيروس: أولاً البقاء في المنازل، ثانياً عدم المصافحة، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، غسل اليدين، عدم لمس العينين والأنف والفم بالأيدي. بالرغم انه هذه الايام ايام رمضان واي يعني مع حراره الشمس وهذا مع هذا فقررت وحسيت انه من واجبي اني اخرج للتوعيه.